acute kidney injury. الديفينيشن مالتها طبعا مثل ما تعرفون اهم فاهم صفه تميز الكدني انه هي rich with blood supply. وبالحقيقه احنا دائما متعلمين بالميديسن من نريد ان نشوف الفاسكولاريتي او البلاد سبلاي مال اي اورجن نشوف الكدني والاي، لان الكدني هي من اغنى التيشو بالبلاد فازلز، وكذلك الرتينا هي من اغنى التيشو بالبلاد فازلز، واثنيناتهم they can represent to the outside لأنهن قريبات من الاكسترنال اوف ذا بودي، يعني مو مثل الليفر، مو مثل الهارت اللي نصايرات في داخل البادي. هذني ممكن اخذ عنهم فكره سواء الرتينا او الكدني. فنفهم من هذا انه من يصير عندي اي خلل بالبرفيوجن اوف ذا كدني راح انتهي برينال انجري. ولذلك نشوف انه الكدني تاخذ 25% من الكاردييك اوتبوت، والكدني هي subjected to any injury. The definition of AKI, acute kidney injury, it is a decline in the GFR that occur during a period of less than 2 weeks. فالتعريف مالته هو non-functioning kidney في أقل من أسبوعين. هذا the definition مالته. The definition السريري clinical. يعني أنا شلون أقول this is a decline in the GFR. بأربع تعاريف، إذا أنا حققت أي وحدة منهن، أي وحدة منهن أعتبر my patient have acute kidney injury. أكرر، أي وحدة منهن، مو أربعتهن. خلي نشوف شن هي. A raise in the serum creatinine of 25 micromol أو greater within 48 ساعة. دكتور بس عفوا عن المقاطعة، السلايد طالع بالعكس، يعني ما طالع عدل. شلون يعني؟ دكتور هو السلايد ما يتحرك. لا أصلا هو بالعكس الأول. يعني الكتابة طالعة بالعكس، يعني طالعة. بس بالسلايد الأول حتى بالمعنى. إيه هسه صار صح هسه. هسه واضح، وأعتقد البرزنتيشن يسوي مشاكل، فخلي نباوع هيك على هذا. هسه تمام، واضحة عندكم الصورة؟ إيه هسه تمام هسه. يلا. فبالتالي صار عندي شلون أقدر أعرف انه this is an acute kidney injury clinically، مو شغله كلام يعني مال الكتب. اولا قلنا انه يصير ادي increase بالسيرم كرياتينين اكثر من 25 micromole per liter خلال 48 او within 48 ساعه. اثنين 50% او greater raise in the serum creatinine above my baseline within the 7 day. ثلاثة، وها هي المهمة، يمكن احنا دائما لنقدر نعرف مريضنا من خلالها، it's a fall in the urine output الى اقل من نص سي سي بير كي جي بير اور لمدة 6 ساعات او 8 ساعات بالتشلدرين. واخيرا هو 25% reduction in the GFR within the last 7 day. راح نشوف من هذا التعريف شو يتطلب من عندي، من يقدر يقول لي شنو الفرق بين التعريف الاول والتعريف الثاني، يزيد الكرياتينين 25% أو يزيد الكرياتينين 50% فوق البيز لاين. من يقدر يقول لي شنو الفرق بيناتهم؟ شو وقت أستخدم التعريف الأول؟ شو وقت أستخدم التعريف الثاني؟ يلا شباب تسمعوني؟ تسمعون طلاب؟ ايه دكتور نسمعك. اوكي يلا، من يقدر يجاوبني شو وقت نستخدم التعريف الاول شو وقت نستخدم التعريف الثاني؟ يلا اي واحد يحكي اي 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 فكره. دكتور اتصور انه يعني بالتعريف الاول كان يعني اكيوت كلش، يعني خلال 48 ساعه يعني كان بسرعه تقدم، بينما بالتعريف الثاني يعني بعد 7 ايام ممكن انه البيريود لها دور. لا يعني الموضوع مو موضوع تايم، الموضوع نشوف التعريف. التع...
تعريف ده يقول اول مرة يزيد 25 مايكرون ريجاردلس ايش قد البيز لاين ماتي. فبالتالي هذا معناه المريض انا ما اعرفه قبل، اجاني مريض عنده اي سيمتوم، سويت له كرياتينين راح نورمال كرياتينين اب تو 1.2 طلع او العفو هذا بالمايكرو اب تو 120 مايكرو مول بير ليتر، اجا الكرياتينين مالته 170 اعتبره اكيوت كيدني انجري. انا المريض ما اعرفه قبل، لكن بالتعريف الثاني لا، المريض اني اعرفه، مريض اني اعرفه ما بي شيء وداخل عمليه مثلا، والعمليه مالته قبل دخوله الكرياتينين مالته كان 100 هسه اجاني زايد 50% صاير الكرياتينين مالته 153. فبالتالي التعريف الاول من اني ما عندي التعريف، يعني مريض ما اعرفه قبل. التعريف الثاني لان المريض اعرفه وصار ادي انكريز ب 50%، هذا يمكن هو الفرق بيناتهم. واضحه الصوره؟ واضحه دكتور. هذا الكلاسيفيكيشن اوف سيفيريتي. انا مو قلت اعرف من اعبر ال 25% او ال 1.5، هذا ملي جرام هنا صارت الدوز وليس عفوا الوحده مو مايكرومول. فاذا كان انا من 1.5 ل 2 يعتبر ستيج 1، من 2 ل 3 ستيج 2، واكثر من 3 ستيج 3. هاي سيفيريتي سكورينج. نجي الى البرزنتيشن مالت الاكيوت كيدني انجري. يمكن اهم برزنتيشن دائما يجذب الانتباه ويخلينا ننتبه انه مريضنا بدا كيدني بروبلم از ذا ريدكشن ان ذا يورين اوتبوت. فراح اقسم الاكيوت كيدني انجري، وهاي مهمه طلاب، راح اقسم الاكيوت كيدني انجري الى نوعين، الى اوليجيوريك ونون اوليجيوريك. اوليجيوريك يعني اليورين اوتبوت اقل من 500 مول، او انيوريا مرات يوصل ينزل حتى اقل من 100 مول. وفي نفس الوقت عندي النون اوليجيوريك يعني البيشنت هي از باسنج ا جود يورين اوتبوت. منو الافضل؟ ايش تتصورون منو الافضل؟ اوليجيوريك شيء اكيد. بس علي يحكي، البقيه وين؟ جود يورين اوتبوت. حقيقة هواية يقول لك أنه ما تفرق هواية، يعني ال أوليجيوريك على النون أوليجيوريك، بس بصورة عامة النون أوليجيوريك better outcome. وسرح نجي نحكي ليش. يوريميا، شنو يعني يوريميا؟ هذا مصطلح هواية راح تسمعه. It is a clinical sign and symptoms of renal failure. يعني إذا المريض ماتي بدأ عنده clinical feature of renal impairment راح أصيح له يوريميا. الآن نجي إلى أهم موضوع بالمحاضرة مالت الأولى، هاي الأكيوت كيدني إنجري اللي هي الكوزز. شنو الأمراض اللي ممكن تسوي لي أكيوت كيدني إنجري؟ أقسمها إلى ثلاث أنواع. أولاً the pre-renal، يعني موضوع يكون قبل الرينال، قبل ما توصل الأمراض للكيدني. And the most important cause here is the renal perfusion. يعني تشوفون أنه هذا سبريرينال، أهم شيء أدي it's a mark reduction in the blood flow. وعندي الرينال يعني هي الكيدني نفسها بها مشكلة، وأدي ال post renal يعني الأوتليتس مالت الكيدني بها problem. فهذني the major three causes of acute kidney injury. وهذه جدا مهمة لازم نعرفها. الـ acute kidney injury ثلاث causes: pre-renal, renal and post-renal. pre-renal مثل ما قلنا is a perfusion problem. أهم cause او اهم ميكانيزم اللي عندي هنا، يعني اذا اريد نحكي الاندرلاينج باثوفيسيولوجي، ليش يصير عندي هاي البري رينال، ات از ا ديستربنسز ان ذا اوتو ريجوليشن. شنو يعني اوتو ريجوليشن؟ وانا اعتقد هاي الكلام اعطيتكم اياه
بالمحاضرة مالت البلد بريشر كنترول شنو يعني اوتو ريجوليشن؟ تسمعوني طلاب؟ دكتور الاوتو ريجوليشن اللي هو راح يحفظ لك الجي اف ار يعني بنورما ارتفاع الضغط مال الجسم يعني الجي اف ار هنا راح يكون يعمل بتوازن بعيدا عن الضغط مال الجسم. لازم انه احنا نحافظ على الجي اف ار يكون نورمال سواء ارتفاع الضغط او انخفاض الضغط. يعني قريب. بعد من عنده غير فكره؟ دكتور هي الميكانيزم اللي تسويها الكدني على مود تحافظ على نقول نورمال فانكشن مالتها بغض النظر عن ارتفاع او انخفاض الضغط داخل الجسم. اكزاكتلي هي البروتكتيف ميكانيزم اللي تسويه الكدني على مود تحافظ لنا على الفانكشنز مالتها ريجاردليس للبلد بريشر. هذا الاوتو ريجوليشنز يعني انه تصير ادي فد مشكله هي تحافظ على نفسها. هذا الاوتو ريجوليشنز بحدود يعني صح تقدر تتصرف الكدني لكن الى حدود. فتقريبا الحد اللي نقيس عليه هي السيستول من 80 الى 150. شنو يعني؟ اذا السيستول كبلد بريشر نزل جوا ال 80 او السيستول كبلد بريشر صعد فوق ال 150 the auto regulation will fail. يعني الكدني بعد ما تقدر تمشي امورها ما تقدر تسوي هذا البروتكتيف ميكانيزم. فالاوتو ريجوليشن هي وسيله دفاعيه لكن بها حدود فالاكيوت كيدني انجري راح يصير ادي when the auto regulation fail. من الاوتو ريجوليشن ما يقدر يمشي امورنا بعد. فعليه الكوزز اوف اكيوت كيدني انجري بري رينال هي امبورتنت قلنا بيكوز اوف ذا بيرفيوجن ديفكت. راح نشوف examples على الأكيوت كيدني إنجري due to perfusional defect. المهم هنا بالبريرينال that the kidney is normal. يعني إذا يجينا سؤال بالامتحان إذا أنا أدي acute kidney injury and due to prerenal and I had perform a biopsy of the kidney. إيش تتوقعون؟ الرينال بايبس إيش راح تطلع لنا هنا؟ Normal. Because it is a perfusional defect. فهاي أهم نقطة تخلوها ببالكم that the renal structurally is normal. ماشي؟ خلي مباوع الكوزز. أول وأهم كوز is the volume. دكتور يعني hey. العاب دكتور يعني يكون عندنا بس فانكشنال ديفكت perfusional defect. يعني انت عندك الكدني كل شيء ما بيها لكنه البلاد سبلاي ما توقف. يعني تصور عندك فد جلوب ما يشتغل. ليش ما يشتغل؟ لان كهرباء ما دي يجي بس هو كل شيء ما بيه. فبمجرد ما انه انت ترجع له الكهرباء يشتغل. هاي نفس القصه الكدني. ولذلك اهم تريتمنت هنا is restoration of the volume or of the renal perfusion. Then structure is normal. تمام شوفوا دكتور. زين شوفوا الكوزز. عندنا اهم كوز volume depletion. مثل blood loss. مريض انضرب حادث سيارة وصار عنده fracture femur وصار عنده aggressive blood loss. Acute kidney injury. GIT loss. Severe diarrhea. أشهر مثال عليها من يقدر يقول لي؟ سبسيز ممكن يؤدي إلى الهايبرتينشن هايبوتينشن. لا سبسيز ما يخالف بس لا أنا يعني دا أسأل على GIT سيفير دياريا تسوي لنا أكيوت كيدني إنجري. كوليرا. الكوليرا أشهر واحدة الكوليرا. الكوليرا اشهر وحده هي اللي تسوي لنا acute kidney injury over diuresis وهكذا.
هاي أول كوز volume depletion. الكوز الثاني volume overload with reduced renal perfusion. شنو يعني هذا؟ شوية انتبهوا لي. البيشنت يجيك أوديميتوس، البيشنت يجيك fluid overloaded، لكن بالسيركوليشن أكو بلد قليل، أكو perfusion قليل. مثل من هذا؟ أبو الهارت فيلر. أبو الهارت فيلر يجيك هو مورم أوديما وفلويد ريتينشن، بس البلد اللي موجود أو الفوليوم الموجود بالسيركوليشن يعني بالإنترا فاسكولار كومبارتمنت is depleted. لذلك هذا شصيح لآني إنترا فاسكولار كولابس. مفهومة؟ واضحة دكتور. ثلاثة renal vascular disease يعني الشريان مال الكيدني ينسد باي أي طريقة، acute spasm، acute embolization، whatever drugs مثل الدنستيرويدال سايكلوسبورين AC inhibitor، يا إما by direct effect on the perfusion ويا إما by interfering with the auto regulation و other causes مثل الهايبركالسيميا أو third space loss. شنو يعني third space loss؟ يعني البلد I lost blood لا هو للي برا مثل الكوز الأول volume depletion يعني مريض يذب الفوليوم خارج البدي، ولا هو extra vascular مثل الكوز الثاني، وإنما يروح بغير department مثل من؟ مثل البنكرياتيتس، يصير عندي cyst ويصير exudation مال fluid بالperitoneum، أو severe sepsis يصير عندي فت severe ليك اسعله ليك سندروم، يصير ليكينج اوف فيزلز فروم ذا كابيلاري وتتجمع الفلويد كلها بالانترستيشيوم. كل هذه الكوزز هي كوزز اوف بري رينال. يعني فكره انه البلد بده يجي للكيدني قليل بيكوز اوف فوليوم ديبليجن او انترا فاسكولار كولابس او رينال فاسكولار بروبلم. واضحه؟ واضح دكتور. الآن ندخل إلى الانترنسك. الانترنسك كيدني ديزيز اللي تسوي لي الأكيوت كيدني إنجري. هنا المشكلة عندنا again it's a perfusional defect ممكن تكون أو ممكن تكون لا renal diseases. الperfusional defect حقيقة أكو فد معلومتين لازم نعرفها عن renal tissue. المعلومة الأولى المفروض أنتوا تعرفوها اللي هو blood supply. البلد سبلاي مال الكيدني شلون يصير؟ الفيزلز او نقول الرينال ارتري اول ما يطب يتفرع الى السيجمنتال سب سيجمنتال ليجمنتال، بعدين يصير سمول فيزلز، بعدين يصير كابيلاري. هاي الكابيلاري وين راح تطب اول شيء بالنسبه للنيفرونز؟ بالجلوميرولس. اكسلنت، بالجلوميرولس. وبعدين من الجلوميرولس راح تطلع بالإفرنت فيسلز لي وين تروح؟ تروح للتيوبيولز. فعليه منو اللي يستلم البلد أول شيء؟ الجلوميرولاي. ومنو يستلم البلد ليتلي؟ هو التيوبيولز. فعليه إذا أنا عندي دكتور أي نعم بابا دكتور بس الصوت ما واضح أبد كلش ده يقطع. البقية عندكم مشكلة بالصوت لو بس يمدعاء؟ واضح. أوكي. ف الجلوميرولاي مثل ما قلت لكم هي تستلم البلد أول شيء وبعدين تستلم التيوبيولز من عندها. عليه إذا صار أدي perfusional injury، إذا صار أدي perfusional injury من راح يتأثر أكثر؟ جلوميرولاي. شلون الجلوميرولاي هي التيوبيول. احنا متفقين، يمكن ماضي انا اتذكر ايش ما شرحت لكم اياها، اي فاسكولار انجري اكثر اورجان يتاثر منه ابعد اورجان منطقيا. هسه احنا عندنا فد 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 نهر وانا اسد هذا النهر، اكثر مكان راح يتاثر هي ابعد نقطه منطقيا، مو تمام؟ تمام دكتور، واضح. اوكي.
فعليه اذا صار عندي اسكيميك انجري اول واكثر اورجن راح يتاثر هو منه، هو ابعد اورجن اللي هي للتيوبولز. زين هاي واحد. اثنين التيوبولز it is the metabolically active part، يعني مو بس انه هي تستلم بلد قليل وانما هي اكثر بارت يشتغل بالكدني، فعليه هي اكثر عضو او اكثر بارت يحتاج انرجي. من هذا الكلام راح نستخلص انه اذا صار عندي perfusional defect in the kidney اول organ واكثر سوري مو organ بارت اول بارت واكثر بارت يتاثر is the tubules. اوكي اوكي دكتور. وهذا اللي راح يوديني الى فد انتيتي كبيره جدا اسمها اكيوت تيوبولر نيكروسيس. الاكيوت تيوبولر نيكروسيس حقيقه هو اسم خاطئ because the tubules it will not be necrotic، هي ما راح يصير بها نيكروسيس، لكن هي اسمها هيك اسمها اكيوت تيوبولر نيكروسيس. اكيوت تيوبولر نيكروسيس it is just يعني the tubules get يعني stop working، بس ما يصير بيها نيكروسيس. It is the most common cause of acute kidney injury و 85% of acute kidney injury is result from the pre-renal. There are types of renal cells injury اللي ممكن تصير عندي، يعني أي cells they can be affected by the injury. الأكيوت تيوبولر نيكروسيس حقيقة هي المحصلة النهائية مال البريرينال. يعني إذا أنا البيشنت ماتي أبو البريرينال صار إسكيميا وصار رينال أندر بريفيوجن وأني ما قدرت أعدله بالسرعة المناسبة I will end by acute tubular necrosis. يعني أنا قلت لكم بالأكيوت كيدني إنجري due to prerenal if I do a biopsy راح ألقى البيوبسي نورمال، لكن إذا تأخرت ومريضي صار acute tubular necrosis وخذت بيوبسي I will find a shedded of cells multi compartment cell loss within the tubules. Okay؟ Okay. هذا قدامنا the causes of renal acute kidney injury. حقيقة هذا اللي هو الانترارينال يقسم إلى acute tubular necrosis اللي هي most common cause وتمثل 85%، نوعين ischemic واللي هو هذا قلنا هو sequelae of poorly treated prerenal أو toxic، يعني أكو toxic material تدخل للتيوبولز نفسها وتسوي لي تيوبولر دامج. شنو هاي التوكسيك ماتيريال؟ راح اسهل لكم اياها، نقسمها الى نوعين انترنسيك واكسترنسيك، يعني اكو شيء جاي من البدي واكو شيء جاي من خارج البدي. منو يقدر يعطيني مثال على انترنسيك؟ فشي جاي من البدي توكسيك ماتيريال تطب الكدني وتسوي لي انجري. ممكن فري راديكال. شنو هو فري راديكال؟ نيتريك اوكسايد؟ لا دكتور يوريك اسيد. ممكن اكسلنت اليوريك اسيد عافيه. واكثر مثال هو الهيموغلوبين. وان اي هاف هيموليسيس يصير عندي تكسر بالار بي سي راح يطلع الهيموغلوبين وهذا الهيم ات ويل بي ترابت ان ذا تيوبولز ويسوي لي. او اليوريك اسيد اللي احنا هاي مشهوره كلش عندنا يصحوا له تيومر لايسيس سندروم اذا سامعين بيها، الناس اللي عندهم اورام وياخذون كيموثيرابي راح تتكسر هاي الماليجنت سيلز كلها وتطلع فد كميه كبيره مال اليوريك اسيد ات كان ترابس ان ذا كيدنيز وتسوي لي توكسيك انترنسيك اكيوت تيوبولر نيكروسيس. زين الاكسترنسيك، اكسترنسيك سهله. شنو اشهر مثال على الاكسترنسيك؟ شيء يجي من خارج الكدني. شلون الدراغ؟ دراغز. اكسلنت دراغز. بعد من يقدر يعطيني مثال دكتور؟ الصبغات اللي نستعملها ونحقها للبيشن. الكونتراست. الكونتراست اوكي. فعليه صار عندي هذني التو كوزز
of acute tubular necrosis ischemic toxic وعندي ميكس اكو واحد ممكن يصير اثنيناتهم مثل السبسز السبسز يصيرون اسكيميا قلنا because of leak of capillary leak وفي نفس الوقت هم عندهم توكسينز because of the endo او exotoxin release from the bacteria فتصير ميكس acute tubular necrosis due to both ischemic or toxic اوكي هسه الاكيوت تيوبولار نيكروسيس واضحه هذا شويه موضوع مهم واضح دكتور خلينا نعبر على الوراء جلوميرولار ديزيز ذس از ذا برايمري ديزيز اوف ذا كيدني يعني عندي مشكله في الجلوميرولاي اتس افكت ذا فانكشنال يونت اوف ذا كيدني الميجر ريبرزنتيشن ما تيجون بروتينوريا هيماتوريا hypertension, active urinary sediments. High representation of the glomerular disease. أقسم الglomerular disease إلى أنواع pathological classification, inflammatory أو sclerosis يعني fibrosis. ممكن يكون diffuse أو focal lesion. Clinical presentation. يجيني dominant proteinuria أصيح لنفروتيك syndrome. نفروتيك بالأو. نفروتيك syndrome. يجيني dominant hematuria with active sediments and high blood pressure أصيح له nephritic syndrome. Nephritic syndrome. Proteinuria normally the protein من ما يطلع من ال nets مال ال glomeruli because the protein يعتبر heavy and large molecules ما يعبر من البولز اللي موجودة بالجلوميرولار يعني فلتر وإذا عبرت السمول it will be reabsorbed فعليه لازم أني ما عندي بروتين بالكيد باليورين وبروتين in the urine should be less than 30 ميليغرام per 24 hour يعني لازم عندي نسبة تكاد تكون صفر أقل من 30 ميليغرام per 24 hour. فإذا أنا I found a protein in the urine, I will call it proteinuria. It is an abnormal condition. The causes مالتها يا إما it's a glomerular disease ويا إما it is an interstitial disease. عندنا ميكانيزم اللي يصير عندي بيها الجلوميرولاي أو البروتينيوريا يا إما a defect in the glomerular يعني membrane نفسه ويؤدي لي إلى leak of the protein to the tubules وأشهر مثال عليها is the diabetes يضرب لنا السكري يضرب الglomeruli ويخليها leaky for the protein اثنين tubular protein هاي شنو؟ التيوبيوز كان not reabsorbed the protein هذا الشوية اللي طلع من الجلوميرولاي ما راح تمتص التيوبيوز ومرات هي التيوبيوز نفسها it will excrete small protein وهذا هو البروتينيوريا مال التيوبيلر انترستيشيال يوجوالي البروتينيوريا مال الجلوميرولاي تكون heavy proteinuria يعني بروتينيوريا أرقام عالية ويكون يعني mix high molecular weight and low molecular weight بينما the tubular interstitial proteinuria غالبا تكون low amount وغالبا تكون low molecular weight لان مثل ما قلت لكم مشكلة reabsorption فاني احتاج هذا البروتين يكون نافذ من الفلتر مالت الجلوميرولاي فلازم يكون او mostly يكون هو small او low molecular weight تهمتوني تهمتوني طلاب دكتور ممكن تعيدها آني البروتينيوريا عندي نوعين عندي نوع من الجلوميرولاي يعني الجلوميرولاي نفسها ما تفلتر ما تمنع هو المفروض البلازما من يجي ببروتين ما ينفذ بالجلوميرولاي الفلتر مال الجلوميرولاي ما تنفذ من عده فعليه لازم شي يكون ما يعبر لكن إذا عدي low molecular weight protein ممكن يعبر هذا إذا عبر
التيوبيوز راح تمتصه. فعليه انا اذا كان عندي ديفكت ان ذا جلوميرولاي راح يصير عندي يعبر كبار وصغار ولارج اماونت. اذا كان عندي ديفكت لا بالري ابزوربشن راح يكون عندي لازم يعني فقط باللو موليكولر ويت وسمول ان اماونت. النوع الثالث من البروتين يوريا وصل اوفر فلو، يعني تجي كميات كبيره مال البروتين and it will leak because of an increase in the over or flow or present of protein in the plasma. هذا راح يودينا مثل ما قلنا الى شيء اسمه nephrotic syndrome. Nephrotic syndrome is defined as proteinuria sufficient to cause hypoalbuminemia and peripheral edema. يعني انه انا دا اخسر بروتين بالكدني هوايه لدرجه انه البروتين او الالبومين بالسيركوليشن بدا ينزل، اوكي، وهذا غالبا يعبر لي 2.5 غرام بروتين بال24 ساعه. شوفوا ايش قد فرق، احنا ايش قد قلنا النورمال 30 ملي جرام بال24 ساعه، هذول ايش قد يوصلون اهل النفروتين 2.5 غرام يعني 2500 ملي جرام نورمال 30، هذا دا يطلع 2500، ففد شيء كلش كبير. النفروتيك سندروم قلنا اللي هي تؤدينا الى انه تنزل الالبومين، من ينزل الالبومين بالسيركوليشن راح ينزل عند الانكوتيك بريشر، واذا نزل الانكوتيك بريشر راح يصير ادي exudation of the fluid to the interstitium، يطلع لي برا خارج الفيزلز، فهذا شي يسوي لنا اوديما، يجينا المريض fluid يعني leg اوديما pleural effusion ascites، وهذا من طلع الفلويد خارج السيركوليشن ايش راح يصير ادي intravascular collapse، واذا صار ادي intravascular collapse راح يقل الرينال perfusion، وهذا شيء يؤدي ان اذا الكدني قلت الرينال بيريفيرال بري رينال انجري وبعد بالمحاضره اللي حكيناها مالت البلد بريشر كنترول ديفنس ميكانيزم، فيبدا شو تسوي الكدني تفرز الرنين، وش تسوي صوديوم ووتر ريتينشن راح بالزايد يصير عنده صوديوم اند ووتر ريتينشن، وهذا راح يزيد الطين بلة، راح شنو المريض ماتي وأوديميتس اصلا يقوم انه بيصير بعد مور اوديما، فلذلك البرزنتيشن مالتهم هذول المرضى شنو هو اوديما وانكريزنج اوديما وذ هاي بلاد بريشر ديو تو بروتين يوريا خلاني اخسر البومين، قلل الانكوتيك بريشر، طلع الفلويد لخارج السيركوليشن، خلى الكيدني تحس انه هي باندر بريفيوجن، بدت تجمع فلويد، زادت البلد بريشر، زادت الاوديما. This is the nephrotic syndrome. هاي تعريف النفروتيك سندروم. واضحه؟ واضحه دكتور. الان راح نحكي على second presentation of glomerular disease اللي هي الهيماتوريا. Passing of blood in the urine. The commonest cause is a lower urinary tract causes. Can يكون infection, stone, وهكذا. لكنه غالبا هاي شنو تكون وياها other symptoms. أكو وياها frequency. أكو وياها frequency أو أكو وياها dysuria وهكذا. لكن أنا اللي يعني المهمة اللي عندي الهيماتوريا اللي تكون associated with nephrological يعني manifestation اكو ياها glomerular inflammation. شلون هاي هذا الموضوع مهم، هذا سجلوه بابا اشروا عليه مهم. شلون اني اعرف هاي الهيماتوريا it's due to a renal disease a nephrological hematuria rather than a lower cause. اذا عندي abnormal renal function اليوريا والكرياتينين صعدا، إذا عندي وياها بروتينيوريا، إذا عندي وياها سولت
and water retention edema, hypertension او young patient. هذني الخمسة من عندي I should put in mind that this hematuria is due to glomerular disease, يعني upper renal disease rather than a urological disease. Okay. اوكي طلاب زين اول واهم انفستيجيشن اسويه اتس ذا جنرال يورين اكزام لازم ادز جنرال يورين واهم شيء هنا بالجنرال يورين لازم اسال عليها اكتب بالريكوست ار بي سي شيب الشيب مال ال RBC شلونها اذا كانت هاي ال RBC شيب نورمال شيب قال لك ابو المختبر قال لك هاي ال RBC نورمال شيب باي كيف وما مجعصه او اجى اكو فد مصطلح يصيحوا لها يعني ديسمورفيك RBC يعني يقول لك هاي ال RBC كلها اب نورمال شيب وملطشه واحده باللخه شنو السيجنيفيكانت مال النورمال شيب وشنو السيجنيفيكانت مال الديسمورفيك ار بي سي يلا دكتور ممكن تكون ديسمورفيك شيب اي اذا كان عندش ديسمورفيك شيب هاي معناها منين جايه وشنو اللي خلاها تصير ديسمورفيك شنو اللي خلاها تصير مطعجة ولاطشة واحدة باللخة دكتور يعني كابلري صار بي يعني كلابس يعني صغرت أصغر من حجمها فبالتالي أثرت على الكرات الدم مو الكابلريز وإنما شن هي التيوبيولز معناها هاي الـ RBC فاتت بالتيوبيولز فمعناها منين جاية شنو اللي فوق التيوبيولز الجلوميرولاي اكسلنت يعني اول فمعناها هاي الليفيلر سوري هذا جلوميرولار اوريجين معناها هذا الانجري عندي بالجلوميرولاي بحيث هاي الار بي سي اللي طلعت فاتت بالتيوبولز اللي هي عباره عن دكتات صغيره فش صارت ديسمورفيك وشنو كلاسترز ولاطشه واحده باللخه فمن اجي القى ديسمورفيك ار بي سي معناها ماي ليجن وين بالجلوميرولاي يعني انا لازم اروح اسوي انفستيجيشن على الجلوميرولاي اسوي اميون استدي اسوي رينال بايوبسي معناها مشكلتك وين بالجلوميرولاي بينما انا من اجي القى الار بي سي نورمال شيب وايزوليتد معناها هذه ما مضغوطه ما فايته بالتيوبولز معناها منين جايه من جوا جايه مثلا من اليوريتر من اليورينري بلادر هاي هنا شغل اليورولوجيست اطباء جراحه البوليه يروح يسوي سيستوسكوب يفكر انه هاي ستون وهكذا فديسمورفيك ار بي سي تصعد لي فوق نيفرولوجي نورمال شيب ار بي سي تنزل لي جوا يورولوجي تمام دكتور واضح طلاب اي واضح دكتور خلينا نكمل فاول واهم تيست هو جنرال يورين 2 رينال فانكشن 3 24 اور يورينري بروتينز 4 اميون كان يكون اوتو انتي بودي انكا اللي هي انتي نيوتروفيليك سايتوبلازميك انتي بودي هذا تيست بيكولر للفاسكولايتس للانفلاميشن اوف ذا فيزلز كومبلمنت وهكذا يعني كلها هنا دا ادور على جلوميرولار انجري ورينال ايميجينج whether I should do ultrasound, CT scan, MRI, حسب suspicion مالتي. CT scan مثلاً أسوي when I suspect malignancy, renal cell carcinoma. Ultrasound أسوي when I suspect مثلاً stone. وهكذا. Okay. تمام دكتور. Lastly, because مال acute kidney injury. is the post renal. هنا المشكلة عندي بالباسجز
بالدكتات لتطلع اليورين مسدودة، وغالبا هنا it's account for 5-10% من الأكيوت كيدني إنجري، والأوبستركشن it is يعني it's mostly at the primary، يعني وين يصير primary at three sites اللي هو ممكن يصير عندي at site of the ureter junction أو at site of the vesico ureteric junction، يعني اتصال يا إما باتصال الكيدني باليوريتر يا إما باتصال اليوريتر بالبلادر ويا إما بالبلادر أوتبوت. هذا البوست رينال it is a neurological disease، وهنا كلش 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 مهم، لأنه أنت هنا كل ما تفتح الأوبستركشن بسرعة كل ما تصير عندك better response. سمعوا هذا الرقم، يقول لك إذا تفتح الأوبستركشن within 3 days عندك 70% full renal recovery. إذا تفتح الأوبستركشن within 7 days عندك 30% renal recovery. تشوفون إيش قد فرق؟ يعني إذا فتحت خلال 3 أيام 70% مريضك يرجع طبيعي، إذا فتحت خلال 7 أيام أو تأخرت لحد 7 أيام ف 70% مريضك راح يفوت بكرونيك انجري اللي هو الريفرسال. تو سمرايز حتى تتذكرون، اكيوت كيدني انجري يا اما بري رينال بيرفيوجنال ديفكت، رينال يا اما اكيوت تيوبولر نيكروسيس اسكيميك او توكسيك، يا اما جلوميرولر يا اما تيوبولر انترستيشال ديزيز. بوست رينال ات از ان اوبستركتيف ليجن. لحد هنا اكو سؤال؟ لا دكتور. آخر سلايدين التريتمنت، شون أني أعالج الأكيوت كيدني إنجري؟ أهم شيء correction of the underlying cause. مريض إجاك هيماتيميسيس ومالينا ينزف، أنطي بلد. مريض إجانا هذا اللي قلت لكم مضروب حادث سيارة وفراكتشر فيمر، أنطي بلد. أبو الكوليرا أنطي فلويد. أبو السبتسيميا أنطي أنتيبايتك. أهم شيء I should treat the underlying cause. اثنين، restoration of the renal perfusion. قلنا انه اعدل the underlying cause. Heart failure. اعطي diuretics. Nephrotic syndrome. اعطي albumin. اعطي protein. Albumin. وهكذا. Obstruction should be relieved. Treatment of complication. مثل ما هاي قلنا acute tubular injury لازم اعالجه بسرعة حتى ما فوت بتيوبولر necrosis. أي نيفروتوكسيك دراجز to be avoided، أي الكترولايت disturbances أتوقعها راح تصير هنا I should correct، وأهم شيء the nutritional supports، لأن إحنا نحكي على مريض depleted، مريض نسوي عملية، مريض مضروب حادث سيارة، مريض عنده chronic heart failure، عنده chronic renal disease وفات لك بأكيوت، لازم انتبه للnutritional states matter. Lastly، إذا كل هاي الحلول الكونزيرفاتيف ما فادت، يعني أنا ما قدرت أعوض السيركوليشن، ما قدرت أعطي good urine output، ما قدرت أعدل الإلكترولايت، ما قدرت أعدل الأسيدوسيس، I should go for dialysis. الغسل، الغسل هنا عبارة عن artificial kidney، هي راح تطلع الإكسس salt، الإكسس water، الإكسس potassium، تطلع لنا إياه وتطلع لنا كذلك الأسيد. فبالتالي يعني فكرة الدياليسيس هنا شنو هي؟ to restore the internal environment of the body till the kidney restart its activity. لأن احنا مثل ما قلنا بالacute kidney injury أهم definition بيها it is a reversible disease. فأني انتظر إلى أن يصير عندي recovery بالacute kidney injury، هاي فترة الrecovery شون أخلي مريضي عايش؟ by dialysis. فالدياليسيس الانديكيشن مالتها هنا هو شنو؟ انه to maintain normal environment till the kidney recover its function. انتهت محاضرة الأكيوت كيدني انجري. اي سؤال؟ اي نقطة ما واضحة؟